واحنا جينا فين يا حموكش؟ مش عارف، البيوت شكلها اتغير والعربيات. ايه ده ايه ده، معقولة نكون احنا في المستقبل؟ تصدق صح، احنا شكلنا في المستقبل. الله، ده المستقبل حلو قوي. ايوه فعلا جميل. ما تيجي نتمشى كده نشوف الدنيا فيها ايه تاني، ونجيب اكل والنبي عشان ما لحقتش اكل عند ريا وسكينة. ماشي يلا بينا. اهو الدكان اهو مكتوب عليه فول وطعمية، بس شكله مش فول وطعمية خالص. ده ايه ده، يا لهوي على المستقبل يا حموكشة، ايه الحلاوة دي؟ انا مش عارف اشيل آلة الزمن فين، انا خايف احطها في حتة انساها ولا اكون حاجة بتتحرك. انا خايف. بقول لك ايه، ما تحطها كده ورا الدكان او اي حتة في الدكان كده من غير ما حد ياخد باله، ولا اقول لك خليها معانا احسن، احسن ما ننساها وما نعرفش نرجع. هو مفيش حد واقف يبيع ولا ايه؟ اتفضل حضرتك، محتاج ايه؟ انا عايز 5 طعميات وطبق فول. تحت امرك. طب قولي بس الحساب كام؟ ثانية واحدة كده، الحساب 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ هو انا بقولك عايز كباب وكفتة؟ لا انا عارف، عايز 5 طعميات وطبق فول. اكيد بيهزر يا حموكش. بهزر ايه، هو انتوا مش من هنا ولا ايه؟ هو احنا رحنا فين يا حموكشة؟ هو احنا سافرنا بره ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة حاجة. بن؟ نعم يا سيدي. شوف الزباين دول. تحت امركم، ماذا تطلبون؟ ايه ده، هو انت رجل الي؟ نعم، انني اعمل هنا معك الروبوت بن. يا لهوي، ايه ده، رجل الي حقيقي ده؟ اجل انا حقيقي، تفضلوا. احنا كنا طالبين 5 طعميات وطبق فول، بس هو قال لنا الحساب 2000 جنيه. نعم حقا، الحساب 2000 جنيه. ليه يا عم، ليه 2000 جنيه فول وفلافل ليه؟ امال اللحمه بكام؟ 20000. يا ما شاء الله، ده احنا على كده مش هناكل لحمه خالص. طب وبعدين هنشتري ازاي؟ انا معيش المبلغ ده يا بنت. نعم يا سيدي. بقول لك اطلب لي مركبه فضائيه عشان اخطف رجلي لحد الفضاء اتفرج على الماتش وارجع. ايه، مركبه فضائيه وتخطف رجلك لحد الفضاء عشان تتفرج على الماتش؟ ازاي يعني؟ مش فاهم يعني، امال هروح ازاي يعني اتفرج على الماتش؟ ما انا لازم اطلب مركبه فضائيه. هما دلوقتي بيلعبوا الماتشات في الفضاء؟ اكيد طبعا. ازاي، مش كانوا بيلعبوا في الاستاد وعلى نجيله وكده؟ ايه ده، انت قديم قوي. انت ايه ده، انت جاي من انهي عصر بالظبط؟ انا من العصر ده، بس مستغرب شويه يعني عشان انا كنت مش بخرج ياما. لا دلوقتي احنا بنلعب في الفضاء. ارجو ارسال مركبه فضائيه الان. تم يا سيدي. يا حلاوه، ده ايه ده، ايه ده يا حموكش، هي دي المركبه الفضائيه؟ هي. احضر لكم الفول والطعميه. لا 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 شكرا، العفو. بقول لك ايه، تعالى نتمشى شويه كده. ماشي يلا. ايه ده يا حموكشة، الدنيا اتغيرت خالص، انا مش مصدقه نفسي. ولا انا. ايه ده، انا روح هناك كده شويه نشوف في ايه. يا لهوي على الحلاوه، انا حاسه ان انا جوه جهاز كمبيوتر تليفون. والله يا حموكشة، بس الحاجات غليت قوي، وكمان الشوارع اتغيرت والمباني، ده مفيش ناس بتمشي في الشارع، كله طاير بالمركبه الفضائيه. ما تيجي نجربها. والله انا عايزه اجربها، بس هنوقفها ازاي ولا هنطلبها ازاي؟ مش عارف، تقريبا كده محتاجين روبوت زي اللي كان عند الدكان. طب تعالي ندور على اي روبوت. يلا بينا. يا ما شاء الله، ايه ده، حموكش في روبوت وراك. بقول لك لو سمحت. نعم تفضل. انا عايز مركبه فضائيه. تحت امرك. ارجو ارسال مركبه فضائيه الان. تم، شكرا جدا، انا في خدمتك. المركبه الفضائيه حلوه قوي. ايوه فعلا جميله. تفتكر هتوصلنا في قد ايه؟ مش عارف. ايه ده، احنا شكلنا وصلنا، معقوله بالسرعه دي؟ يا حلاوه، يا ريتني كنت جبت العيال معايا. يا ريت. الله، ايه ده، معقوله ده في الفضاء شكله كده؟ تعالى نتفسح شويه. بص اهي مركبه فضائيه تانية طايره اهي، والعربيات شكلها غريب. تعالى كده نتمشى كده يمكن نشوف الفضاء اكتر. الله يا حموكشه، يعني احنا كده في الفضاء؟ ايوه بص، ايوه بص وراكي، في واحد طاير اهو، مش عارفه ده كائن فضائي ولا بني ادم ولا ايه. يا حلاوه. يا سيد حموكشه، لقد تم اكتشاف انكم من عالم بعيد، ولا بد ان ترحلوا حالا. ليه كده بس، احنا عملنا حاجه؟ انتم من عالم بعيد ويجب ان ترحلوا، لاما سوف يقضى على العالم. انتم تشكلوا خطر كبير علينا. والنبي يا اخويا، ده احنا طيبين. لكنكم من عالم بعيد، ولا بد ان ترجعوا الى عالمكم. أنا بلغت الرسالة وسوف أذهب، وأنتم عليكم اتخاذ الأمر بالسرعة، لإما سوف يقضى عليكم. خلاص خلاص يا أخوي، احنا ماشيين. أجل، مع السلامة. يلا بقى يا حموكشة نمشي. لا أنا مش ماشي من هنا، لازم أتفرج شوية. يا أخوي هيجوا يموتونا، اخلص بقى. طب شوية بس، هتمشى شوية وأشوف إيه تاني وبعدين نمشي. يا غلبي، ماشي. الله يا حموكشة، إيه ده؟ إيه الجو ده؟ وإيه المناظر الحلوة اللي احنا شايفينها؟ الحق يا حموكشة، مين اللي جاي علينا ده؟
لقد أخبرناكم أن تذهبوا عن عالمنا ولن تسمعوا الكلام. لا لا هنمشي خلاص، كل ثانية في وجودكم تجعلنا في خطر. لا هنمشي اهو، يلا يا حماكشة اجري يا حماكشة. يا ساتر يا رب، الراجل كان هيموتنا. شغل الزفت والمدروقة اللي في ايدك دي، خلينا نمشي من هنا هيموتونا. ماشي ماشي. ايه ده، احنا رجعنا بيتنا والاكل على النار. يعني معنى كده ان احنا رجعنا في نفس السنة اللي مشينا فيها. الحمد لله يا ربي، اخيرا هاكل. الحمد لله الاكل ما اتحرقش. هتاكل معايا يا حموكشة؟ ماشي، بس قلت الزمن دي طلعت حلوة قوي. ايه رأيك بعد ما ناكل نطلع رحلة تاني؟ نعم، بقولك نطلع رحلة تاني. او ماله، وريني كده يا حبيبي عشان اشيلها عشان ما تتكسرش. خدي خلي بالك منها. عينيا. يلا في 60 داهية، مش عايز اشوف وشك تاني، كنت هتموتينا. انت عملتي ايه يا وليه؟ زي ما شفتي يا حبيبي، رميتها من البلكونه نزلت متكسره 100 حته. ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليكي. حرام عليا انا؟ ده انت يا راجل ودتني عند الكفار، ودتني عند الفراعنه، ودتني الغابه، ودتني عند رايا وسكينه، ودتني الفضاء وكانوا هيموتونا. عايز تعمل فينا ايه تاني؟ عايز توديني عند مين تاني؟ ما احنا في الاخر رجعنا. والله رجعنا عشان ربنا ستر علينا، لكن المره الجايه يا عالم بقول لك ايه، انا مش عايزه اسمع سيره قلت الزمن دي في حياتي تاني. استدعي بقى ان انت ست بومه وانا غلطانه ان انا خدتك معايا رحله حول العالم. قصدك رحله حول المجرمين يا حبيبي. بقول لك ايه، روح اقعد بره لحد ما اجيب الاكل. لا مش رايح. خلاص انت حر، خليك واقف، انا مالي بيك. انا هروح اغرف واكل واملى بطني كده اهو، واشرب ميه واعمل كوبايه شاي قد كده، واتصل بامي عشان تبعت لي العيال واقعد بقى احكي لهم على كل اللي حصل. طب ايه رايك بقى ان انا هعمل اهل الزمن تانية، وهروح اتجوز واحده تانية واخليها تيجي معايا. يا الف نهار ابيض، الحمد لله، براحتك يا حبيبي، الف الف مبروك، يلا مع السلامه. بقى كده ماشي. قال ايه؟ هيتجوز واحده غير عشان تروح معاه. ما تروحوا يا حبيبي مع الف سلامه، خليها بقى تروح للاسد والغوريلا تاكلها كده من قلبها وتحطك من قفاك ومن راسك اللي عامله شبه البطاطس المعفنه دي. اروح اجيب العيال انا، العيال وحشوني مش هقدر استنى. وبالمره اتاكد ان احنا في عالمنا لحسن يكونوا مداني حته تانية الموكوس. تنكا تنكا. نعم، عايز ايه؟ احنا مش في الزمن بتاعنا. احلف او ربنا، عارفه ده بيت مين؟ بيت مين؟ سفاح النساء. يا لهوي. طب يلا يلا شغل الف زمن، خلينا نمشي. الف زمن ايه؟ ما انت كسرتيها. انا كسرتها صح؟ يا لهوي، ده بيموت النساء بس، يعني انا اللي هموت. الله يخرب بيتك يا حموكشة. احسن تستاهلي عشان تكسري لي الف زمن كويس. خليكي كده مغمى عليكي وانا اروح اجيب العيال. زي ما نكدت عليا وكسرتي الف زمن، انا نكدت عليكي وخوفتك وقلت لك بقى ان احنا في بيت السفاح وان احنا مش في الزمن بتاعنا، واحنا اصلا في الزمن بتاعنا. تستاهلي. هروح بقى اجيب العيال، انت خليكي مرميه كده.